السلام عليكم، سميتني عبد الحليم الميزة رومانسي، كنقلب على شي نحاس فين تخبر نقرتي. اسمي يالي كريم العمر، كداوي 30 عام. تلاقيت مع شريك العمر ديالي في صفحة الفيسبوك على الموقع برنامج نضربوا القاعد. قبلت اني نشارك في برنامج ديال طاح الحك وصبغ طاح، الحمد لله صبت غطايا. صراحة انا عمري ما شفتو، ولكن كنعرفو غير سميتو، سميتو عبد الحليم. لقيت فيك على المواصفات اللي بغيت، رومانسي وحنون وقدر حياة زوجية واللي قرب المحرمات. وقلت لماما انا ما خدامش، ولكن ماما خدامه. ملي قلت لها راه بغيت نتزوج قالت لي صافي ضرب الكاغيط مع حد سخون. وانا نضرب يلا غنضربو. دخلت لي السعادة على قلبي، قلت عليك جبار جبار. تلا والله شتي فشتك، بيني وبينك ما زال مشتك، ولكن حسيت بي. قل لي يا. هي. لا قل لي أنا. أنا. لا قلت نقول لك غدير لي الحرس. ماما ديرو لينا ندوزو شهر العسل في ملعقوب نكملو عظامنا. ماما دينا الملعقوب. بغيت نولد ربعه ديال الدراري، جوج ولاد وجوج بنات. صافي ماما نتشاور مع ماما. العالين شارع دمك في كتسكن سبحانك عاد امك. ويلي على ماما، وليش نجريس عليه؟ هاجي عبد الحليم، هاجي هاجي نقول لك. سيتك تضرب فيك العيا، تقول لي ما تبقى في تمشي في الاستراحة. سيلانس، ان بو دو كالم. تخس 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 تخس. منير، كونجيك مو لو فيرب اتاكي. نتا. كتصريط يلا. مدام اتاكي، مدام جا تاك تيو اتاكي لا تاك زتاكا تاك 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 مدام سيلوي كيف في البغوي؟ قلت لي سكت وما بغاش مدام. مي مدام جي في با البغوي مدام. Conjugue moi le verbe danser. Le verbe danser au présent. Je danse, tu danses, il danse, elle danse, nous dansons, vous dansez, elle danse, elle danse, elle. Abaraka. Madame. C'est pas madame, c'est toi qui fais le bruit. Non, c'est toi qui fais le bruit, moi je fais juste le rythme. Toi tu es menteur. Toi aussi tu es menteur. On n'est pas menteur, on dit menteuse. Elle a mis féminin masculin. Singulier. Un parfait. Nta. C'est quoi tibrouri en français? Madame. Quoi madame? Tibrouri en français. Tibrouri. Madame. Madame tibrouri. Les glaçons. غصبك الله فيك العياقه. استراحه. الو السلام عليكم. وعليكم السلام. نعم سيدي. كاينه شي طمو بالبيع؟ كاينه نعم سيدي، واحد 205 توت اوبسيون جامي اكسيدونتي، الموتور نحيله باقا مزيانه.
وشنو هما لي زوبسيون اللي فيها؟ لي زوبسيون عام سيدي كتقدر تزيد وتترجع مارشي ريال وكدور على اليمين وبعض المرات كدور على اليسار. والصالون فيها كيدير؟ فيها صالون بلدي واني ما مفرش. علاش؟ ما نخليكم على ذوقكم، مفرش على خاطرك. نعم سيدي ما نحرمكش انا. يعني. وشحال ضربه؟ ضربه جوج ديال الناس وقيت معاهم كوستا. ولا شحال ضربه تكون متراج؟ ما كنعبرش اي بالكيلومتراج. واش كتعبر؟ كنعبر بالشبر. الله يعطينا وجهك. امين. ضرب معايا فيها خويا. الو الو، واخا نبغي نبيع وجهي ما يجيب لي واحد. وين اللي عطاوني الثمن نبيع؟ فهم عطاك بونجو؟ سلام. وعليكم السلام. الله يخليك، عندي واحد المشكل. اما هو؟ مراتي. مالها؟ نادلها المستاج بزاف وتعقدت. تعقدت لها؟ لا يجيب ما يعقدك. قل لي. نعم. واش انت كتحكم في الدار ولا مراتك؟ هي اللي كتحكم. هاكا كل عصمه في يدك ولا في يديها؟ الصراحه العصمه في يديها. في يديها؟ ايوا خليها وليدي مراتك تربي المستاج، لان في هذه الحاله زوجتك يحق لها ان يكون لها شاغب، وانت وليدي سيحسنوا. انا اصلا ما كاينش ليا المستاج. اه علاش فارغ عليا راسي هذا البشر هذا؟ الا ما كانوش لك عمل له فوق الطاطو. يا لا بشر. اشكون؟ سلام. السلام عليكم. شكون؟ سي شعيب هذا؟ هو هذا بلاش وتي تسترياه. معك سيدي الطاقم التقني للقناة الثانية دوزيم. مرحبا، ربحتي مسابقة ديال لي سيميس؟ هلا. هذيك خلود فاطمة. أواقيلا ربح لها خلود. سي شعيب معك الطاقم التقني لبرنامج مختفون. مختفون؟ إيه. ما دار شي حد؟ سي شعيب هنية عليكم، باركم سعود، رحنا لقينا لك المدام ديالك السيدة محجوبة. لقيتوها؟ أي سيدي الحمد لله على سلامتها. والله يلقيها لكم. واش عباد الله شكون قال لكم القوام؟ والمصيبة رانا اللي ودرتها، راه المصيبة تفكرني غنموت. يا عباد الله وراني تجبشت. حيد أيمن، حيد ديك الكاميرا، حيد حيد ديك الشطابة ديك، حيد. الله يلقيها لكم. ولي جراني أنا عاقلة، ولي جراني في القويرة. حل حل الكافر بلا حل هذاك الشلاح بحل. راك ديك سير مننا وقتك حيد لنا. بني وعلي سير وخليها المسخوط. أنا هذيك وما دامت الحد في الحاج. أنا هذيك عاد عزينا حاج قاسم وخويا حاج فكرني من الموت. عام الله انا خصك توضر. ها انت اللي رديتيني هكا تجوجتي عليا وفينا يا خيتي. هلا هدي عيد وتي تعالي هنا. ها هناك عيد كمل عيد اللي قال زين. ها ولا هذا ما تقتليها والمصيبه اللي ما تعقدهم. انا معاك لا في الشرع. تجوجتي وتي اش تي اش فينكم هنا؟ انا تجوج عليك مالي انا ما عجبكش ماشي مرام. كيف انت محسوبه العياله تاع داك المراه واجد؟ انت شكون قالك بعدا ما قلتيش تيجي شوف؟ حتى لي ودرتيني، حتى لي حطيتيني في القويره. بلاش نقول لك عادي كاع. وانا اللي غنختفي دابا وغنتوضر وقلبي عليا. ويلي علاه غتختفي؟ امشي وانت تعالي لهنا، انا ما عرفنا شكون السابق انا ولا انت. ها ها واش هاي اسير لي هاشم اسير بعدا مني. عيش خويا عيش. وانتوما اش كديروا؟ واش كديروا؟ كنحاربوا الأمية. شعيب يا الباطل. حاضرة. شعيب حاضرة أستاذ. حاضرة. تبو بقراتون. ايه قال لك ولا شدو شعيب شد كتب بقراتون. اكتبها باش نكتبها لما قلتي له باش كتب كتب بقرات. وراه اللي جاب باش تكتب راه ما عندي فين نكتب. ويلي انت جاي تقرا وجيت معاك ستيلو. وشكون كيجي معاه من شافا؟ الو قطعي قطعي راني في السكويله قطعي. شوفي قولي لهم لا يسقيو تنجي. هز هز اللوحه وشعيب هز. انت اش كتبتي انا؟ قالت لي قولي في البقره وانا نعات عليها. حاشاك ابو شعيب حاشاك، هذا هو المظنون فيك اخويا. انا اللي سير نتفرج معاك الحاج. قولي لي تبعد مني. والله الا سير نتحاك معاك.
أنا اللي استيلو يا لهنا. ما قال حاجة. تبع عروس. تبع عروس. أش هي؟ هذيك الطفلة اللي رسمتها لي بعشرة آلاف وخليتها لي في الدار، أنت ناوي تجديها. وأنت شكون درجة؟ شكون بنتي؟ بنتي أنا. فين خليك جبتها؟ فين درجة ديك عاطي فيها 8000؟ أنا ما عاطيش فيها 10. أنت نعال الشيطان قدام حاج مصطفى عاطيني 10000. نعال الشيطان أبو شعيب. شوف إيش يكمل فيها 40000 وجيب لي قد بيحا ودي الدرجة على الدري. رانا ما نكذبش عليك أخويا أبو شعيب، راه بغيت نعيش الحياة قنط. أو وي تعيش الحياة. ويدي ودير واحد قاضية. واجي نعيش أنا وياك الحياة. ودير لك على الفيض. أشوفي وديت القطارات اللي عندك. ويدي على القطارات اللي عندك ونكتب لك هاد الفم عدير على النص الدهب. إيوا. دوي من نيتك. والله إلا سين دوي من فمك. كتب اش قالت الأستاذة أنت كتب. إي يا خويا كتب. راك تضحكني. كامبو كامبو مع المفتش كامبو. البارح في الصباح بكري مع جويه الحصر جهة الربعة تقريبا وقعت واحد الجريمة خطيرة. أنا ديت قدام عمارة وسمعت واحد المرأة كتقول عك عك عباد الله عتقول روح. طلعت باش نشوف اش وقع ولقيت جريمة خطيرة. لقيت الفيستا الحمراء ديال راجلها تسرقات من السطح ديال العمارة. وملي سولت وسقسيت مزيان قالوا لي راه شافوا واحد السيد كيتسرهد قدام العمارة وطلع للسطح فوضح النهار وشفر الفيستا الحمراء. انا كنشك في ثلاثه ديال الناس اللي يقدروا يكونوا تورطوا في هذه الجريمه ديال سرقه ديال الفيستا الحمراء. شكيت في زبيده الكونسييرج، وشكيت في حميده ملمينة، وشكيت في عبيقه الشفار. وملي سولت حميده الكونسييرج قال انا ودي راني كنت ناعس ما سمعت حتى شي حاجه ما شفت حتى شي حاجه. وش عباد الله اللي كانت جيت لصقوا عليا؟ وملي سولت حميده راس الميده قال انا بعدا ما شفرت حتى شي فيستا، اصلا انا ما عنديش مع الفيستات، الفيستات كيخنقوني. ديك النهار بغيت نطلع ما قدرتش تجلي دروني، مازال كون كان لاسونسور كون طلعت شفرتها بيدي. وملي سولت عبيقه الشفار قال وانا بعدا ما شفت حتى شي فيستا حمراء، وزيدون ما عنديش مع الشفره، انا واحد الانسان درويش ولد باب الله ولد دربنا كلهم كيعرفوني، عمري ما شفرت حتى شي حاجه جامي. انا بعدا عرفت شكون اللي شفر. ويلا انت عرفتي شكون اللي شفر، بعث برساله اس ام اس لعبيقه الشفار. واحد حميده ملميده، جوج حميده العساس، ثلاثه عبيقه الشفار. طبعا والى اللقاء مع تحيات المفتش كامبو. السلام عليكم ومرحبا بكم في مسابقات الاي سي ميس. الصوره اللي امامنا هي لواحد المغنيه معروفه، هي حاجه ومقابله بحر الله يرحم. اسمعوا هذا المقطع وحاولوا تعرفوا على المغنيه. في نظركم من هي صاحبه الاغنيه؟ الحاجه الحمدويه، ب نانسي عجرم. بيني وبينك اخويا راه صعيب هذا السؤال، او حتى كيغيديروا الناس يعرفوا هذا. السلام عليكم ومرحبا بكم في مسابقات الاس ام اس. العين اللي في الصوره هما العينين لبعض الفنانه، في نظركم هاد العينين واش عين دياب، عين شق، او عين السبع؟ بعثوا لنا رقم 55 66 باش تفوزوا معنا برحله العين حروده. الو السلام عليكم. السلام عليكم استاذ. مرحبا استاذه. معك ناديه الشهبه. مرحبا اختي الشهبه. استاذ راه عندي واحد المشكله خطيره وعويصه ولات كطير عليا النعاس لدرجه انني وليت كنشرب الفانيد على ودها، بغيتك تلقى لي شي حل استاذ الله يعطيك الستر. مرحبا لهلي شربك الفانيد. تخيل معايا استاذ اللي جاي يخطب فيا ما كتعجبنيش فيه الكنيه، واه ديك المره جاني صحيته تبعو زعيته تبعو النمر، وهاد الشهر هذا جاني الضبع. واش ترضى ليا انا ناديه الشهبه تولي سميتي مدام الضبع؟ وفراسك الا بان الضبع حتى هو شهب، يعني ما كاينش غير واحد الفرق كبير بيناتكم. قولي لي شنو الاسم العائلي نتاعك؟ ناديه زعطوط. زعطوط؟ اه استاذ.
وشوف دابا هاد المصيبه هادي ما تتحشم ما والو. قاتلك انا سميتي زعتر تبغى تسميها شنو؟ بغيتي شبن شعرون؟ والله الا قلت الحياه هادي بالله. في إطار المسلسلات التركية وتزايد عدد الطلاق في الدول العربية قررت. السلام عليكم. وعليكم السلام. نعم سيدي. هو عندي واحد المشكل لاحظتك. قل لي. عندي واحد المشكل بسيط، مراتي كتبغي مهند. تكون كتبغي بحال خوها، ماشي شي بغوزة ما فيه شي حاجة خايبة، عادي. ولكن اخويا راه حيدت صورتي من البورطابل ودارت التصويره ديالو. هكاك وما تقلقش، حتى انا مراتي راه حيدت التصاور ديالي من الدار وعلقات مهند، ما ماشي عيب. ولكن المشكل دابا راه خرجت من الدار هي ومشات عندو لتركيا تشوفو، قالت لك بغات تشوفو توحشات وقالت لك. هكاك وما تخافش يا بحال غاتوانس مع مراتي تما. الو الو مريض هذا تا غير مهند، مهند غير منو شي واحد وزوين وقتها ما غير شيء من الناس هذا غير من شعيب. هذا البرنامج يتضمن مشاهد قد لا تلائم الجمهور الطالع، لا ينصح تتبعه من طرف البز. نهار الخميس 4 مارس 1900 وشي حاجة، فقس كان دار البيضاء على واحد جريمة خطيرة وما يرجعوا ينسوا. هنا في مسرح الجريمة كان ملف الجاك يقوم بالجرائم ديالو البشعة ولكن بواحد الطريقة سلسة. ملف الجاك مجرم كي 50 عام وحنا كنقلبوا عليه، انا دابا شديت تقاعد ومازال كنقلب عليه. المجرم كان كيقتل الضحايا ديالو بواحد الطريقة ذكية وعمره ما خلى لا اثر ديال الدم ولا اثر ديال السلاح. العجب مصيبة، ما فهمناش كيفاش السيد ما كيخلي الاثار ديال الدم ما كيخلي حتى شي حاجه. هنا في مسرح الجريمه كان ملف الجاك كيقوم بالجرائم ديالو البشعه ولكن بواحد الطريقه سلسه. والله الا حشمني مع الشاف ديالي بالله، كنت كنقول مع راسي دار عمري ما لقاه. او انا راه واحد لقيت تشكيت قلت لك ماشي بسم الله الرحمن الرحيم هذا تادي القاتيره خاطراتني انا. من بعد مطارده دامت اكثر من 50 سنه استطاعوا المحققين انهم يعثروا عند واحد الخياط على احد خيوط الجريمه. هذا الخيط هو اللي وصلهم الى عند ملف الجا. المجرم خلق الرعب في مدينه الدار البيضاء لدرجه ان الناس ما بقاوش كيخرجوا من ديورهم وكيسدوا عليهم الشهور والاعوام والسنوات. انا اللي عاقت به كيفاش كيدير حتى كيقتل الناس، وفي الاخر فاش قلت لهم كيفاش قالوا لي انت يا زنزان. نهار قال لينا راه هو كيقتل شدينا دخلنا الطونسيس عند بنا مزعزع كان كيقتل الناس بالضحك. منفجع مجرم عنده واحد المرض نفساني يدعى هر، وهو مرض ناتج عن تفجقات الطفولة. ملف الجا كان تستعمل عدة أساليب لقتل الضحايا ديالو، بعض المرات كيهرب تحت البيطان وبعض المرات كيهرب بالريشة تحت الرجلين، وبعض المرات إلا استعصى عليه الأمر كيعاود لهم غير النكات وكيقتلهم بالضحك. حضرت أنا بغي يسقيها ليا ساعة أنا ما كنتهرش. نهار شدينا والله العظيم إلا درنا الحفلة. كان داز عندي واكتشف ان عنده واحد الطفل داخل ديالو، داك الطفل هو اللي كان كيقتل، اذا الطفل اللي فيه الداخل هو اللي خصهم يشدوه نورمالمون. خلود كمان محمود اش كدير هنا؟ سمعتك مره نتفاهم مع داك خينه ديال كمال وقلت نجي نفرق لكم الجوخه. محمود سير في حالتك الله يعطيك الستر ولا غدا نعيط للديزناف. ياك عقلي فيها من دار قعدت من عين الشق حتى العين السبع تقول لي هاد الهضره. محمود راه خصك تفهم واحد الحاجه، انا راه ما كنبغيكش.
انا راه مربوطه في كمان لحلو ضربت الزغبيه وتزوجي بيا وفي خبرك راه عمي منتصر ابوك والعاقه طيب باش تبقاي مقرده ديري العاقه الفلوس ما كاينش واش ما بغيتيش تفهم انت محمود انا راه ما كنبغيكش ماشي مهم من عندي الفلوس انا المهم عندي هو الحب هذاك الحب كولين ولا لا طفرتي المهم نبقى حدا حبيبي كمال واخا نعرف ندير على ودو الفراشه في سوق المسيره وما ناخذكش انت محمود مقرده اش كدير هنا خلود كمال جيت نعرف علاش بغيتي تسكن خديجه في الدار اللي مفروض كانت تكون داري انا وياك ما تزوجش بخديجه الا فاش شتك طمعتي ومشيتي تزوجي بمنتصر باش تطلعقي لا لا كمال انا ماشي طماع انا تزوجت منتصر هتبقى فيا الحال النهار اللي مشيت عندك للسبيطار وما عبرتينيش حتى تشوفوا فيا الفرامليه وانتي داخله السبيطار ما قدرتي تجيبي في يدك السطرو ديال الحليب هادي رجله بغيت نجيب السطرو ديال الحليب ولكن الحوانت كانوا سادين حتى داك النهار كان الجمعه حتى دابا حبيبي مرضنا ما عنده باس اجي نتزوج انا وياك انا ولدت على منتصر المزرعات والمخبازات والحمامات والمحلبات طماعه وديما غتبقى طماعه كضربني يا كمال اه عقل على هاد التصرفيقه مزيان وما تنسانيش نساك الموت هاد الحي سميتو حي مولي بعيد هنا كتسكن ملكة ابراهيم اللي غادي يعيشوا معنا التجربه ديال مدام طاجة ولكن قبل اجيو نتعرفوا عليهم اكثر تلاقيت انا وابراهيم حدا المعمل فين كنخدم انا كنخدم فوزين ديال الصباط وفي فوزين ديال الكلاكيط مراتي خلينا نعرفها 10 سنين وانا تابعات سريا الصراحه انا فيقوني لي عاد الدريات قالوا لي عرفتي راه واحد خينا راه ديما كيتبعك ديما كيحط عليك العين وداك الشيء واحد النهار قلت لها دير لك عاطيه العين خوتها مو يعطوني العين المسابقه غدا نتصدم ولكن بغيت ندوز هاد التجربه الجديده هكا نخرج انا بغيتها تخرج صراحه بغيتها تمشي تدرك زلافت لا انا نخرج في عيني ما نكذبش عليك نضربو ما نخلي من يضربو راجلي هذاك عندي عليه الحق دايرين القواعط ديالنا يا ابراهيم سمعتك امك واختك حبيبي لا جاوا ما يدخلوش امك كتفدوش ليا ركاني صافي امي تبقى برا اصلا انا امي ما مسترش عليك ملي يجي امي وخواتها تي يدخلوا ها اصلا مو عزيزه ها الطبسيله الكويده ديالي شنو هاو شتي ما تقيسوش هاد رجعتو ليا خالتي القيه في العرس ديالنا خاصو يتهرس صافي نخليوه هنا محطوط اش درتي ولحي اي مثلا اش درتي مالك اش درتي مالك حاجه مالك مالي ليك فين هان 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 توحشك انا غنتوحشك الله يخطيك عليا يا العزيز عليا الله يخطيك عليا يا العزيز عليا في الحلقه اللي فاتت تعرفنا على الزوجين الملكه وابراهيم وفي هذه الحلقه هذه غادي نشوفوا الراجل كيفاش غادي يتعامل ملي مرته غطج من الدار لا اسيري غبري زيري فوجي لك شويه او ترى ما انت والدراري تكرهتي تمشي انت في الامرك في كازا انت مزيانه لك والله الا مزيانه لك تغبري درقي تفوجي شويه قول لي الله يرضى عليك ابراهيم الله يرضى عليك مالك مساك بارك عليك بلا ما تتقى صاحبي لا تتقى لا يفقصك ابراهيم يا الله يفقصك انت طلب دراري سمعوا لي يا دراري أمكم راه سافرات ويييي
الو فضحها ليا مع راسك. راه كنعوم في لابيسين. كتعومي بالبيجامه بعدا. اي ايوا مزيان نيت كاين البرد. خليني نعوم خليني نعوم. اي بسلامه الله يلقاك الله يعاونك. الو العربي كيدير بخير؟ نشوفكم. الا والمدام مسافره. السلام عليكم، اسمي العربي التشارو، كنقلب لاختي فاطمه ال معقلش على اسمي ديال الكنيه ديال هذه المصيبه. المهم كانت خرجات هذه 21 عام، ونهار خرجات كانت لابسه صنداله زرقاء وجلابه ليمونيه، ونهار خرجات راه كانت الدب ديال امي، كنقول لها رجعي الدب. والله يرحم لكم الوالدين، اللي شافها ولا تعرف عليها بلا ما عيط في هذه النمره عيط البوليس. وراه امي راه مشتونه، امي راه مشتونه من جد دابا. السلام عليكم، الله يخليكم. انا كنقلب المعقول اللي تعيب هذه واحد 100 عام، خرجوا الحشمه في نهار واحد. الله يخليكم اللي شافهم ولا تعرف عليهم يعيط لينا. راه المغاربه كلهم توحشوهم. والله يخليكم، راه انا ناوي المعقول. وشكرا. السلام عليكم خويا، انا كنقلب على جوا منجل، اللي شاف ولا تعرف عليه يوري ليا ويتسخر لور. وانت خويا ما تبينش وجهي في التلفازه، بغيت نخرج انا وياك نختار المجرمون. تفهمنا؟ دير لي داكشي ديال 19 مال 11. انا ما تنقلب على حتى شي واحد. اي جا نطلع في الدوزيام عرفتي شحال ديال انا مشيت بغيت نبان انا تانا تفتح هكا انا ماشي لي قدام الدوزيام. والله العظيم بالله. السلام عليكم، الله يرحم باباكم. انا كنفتش على القط اللي هرب من دار العرس، وكنقول له حرام عليك، هادو راه ماشي في عيل، هادو راه في عيل ديك الكلاب. الله يرحم باباك، العروسه بقات بايره هايدا ماشي حشومه عليه. والله يرحم باباكم نتوما اللي كتفرجوا فينا. اللي تعرف على هاد الصوره هاد الكمار هاد الويل يتصل بالدوزيمه ويتصل بيا انا في الرقم ديالي. ما عندهمش الرقم ديالي، نسيت انا، اسمح لي نعيط لهم انا. بعد صراع دام أزيد من 10 سنوات، يتدخل الخيط الكحل لتسخين الطرح بين الصافية وزوجها بوشتا لنتشفى. وي وي عباد الله، أنا محنة معدبة مع هذا الراجل، شوفوا شنو يعمل لي، زرق لي عيني ملي أنجي نهضر معاه. أيقول لي أنتينا عمرة ما أتفهم شي حاجة، أنتينا جبتك تعمل الشغل. كنقول له أنا يا فدار بابا ما كنتش نعمل الشغل، كنت مفشة منهوز منحوط. هو يقول لي منهوز منحوط، الله يهز يمك لعندو ان شاء الله. فاطمه وخدامه تهضر ليا مع العواوي. لا الله يا يمك تركوي ما تحش ماشي، وانت شنو دابا مع مراتي ما تحش ماشي. جات بابا في الكماره عشان تعملي لي مع العواوي انتينا. هادو راه تاع الخيط لك حل، كنقول لهم شنو كتعمل لي انتينا. ايوا بالله تنقول لهم انا شنو كتعمل لي انتينا. وقول الحقيقه. نقول الحقيقه. ايوا عباد الله، واحد النهار دخل الدار هايدا كانت تحسس، بانت لي جالسه في هذاك سيسمو قولي انت الفيسبوك. الفيسبوك لقاها مقابله وكاد شاطي هايدا، لقيتها كانت قاطه كي في واحد سميتو، هذا شنو سميتو؟ محمد. محمد ايوا عقل له على سميتو. ايوا المصيبه. شوف انت لا كتلوح الباطل، عاي كذب عليكم محمد الاميغو ديالي في الفيسبوك. ايوا ايوا مغطر تقليل المراره. عباد الله المراه طاقاتو، وانا ديك الشيء ما قدرتش نقولو، بارطاجيته في قلبي واحد الوقيته صافي لقيت راسي هايده ما قدرتش نقول شي حاجه. شاهدي عليها. لا لا نسيمه شنو كيقول؟ كاينه نسيمه، هذا جنبي بلاتي نمشي نسلم عليها. أرى ديك اليد نسيمه وعليا باليمين وباش كيحلفوا الرجال. عندك شي فيسبوك نسيمه؟ شنو كتعمل انتينا؟ كنعمل شنو كنعمل؟ ايوا انت اللي لا مني تاجوطي عليا انا لي زامي، انا ماشي نأجوطي عليك الضره. ماشي تاجوطي عليا الضره؟ نعم. وانا ماشي ندخل على باباك للحبس. أيوة. ودابا نيت الله يهديك. زيد قدامي. عافاك الله. زيد قدامي. زيد قدامي. عافاك بحال معاك. زيد قدامي. زيد قدامي. كيف حالاتكم؟ أيما الله يرحم بابك، الله يرحم بابك، الله ما نحاول تجي. أيما.
الاسم سعيد الفهيمي، انا قمت بواحد التجربه للمحافظه على المياه، واليوم عيطت عليكم باش تجيو وديروا بحالي. اجيو معايا. وكيف ما كتعرفوا في حياتنا العاديه كنديروا مجموعه من الاخطاء الاملائيه المائيه، انا اخترت واحد الطريقه جديده وفعاله للحفاظ على الماء. مثلا ملي كنكون كنغسل المعان كنحاول انني نسد القرقاره باش الماء ما يهبطش ليا في القرقره لتحت، وبالتالي مثلا هذه ما خصناش نضيع الماء، الماء كيبقى هنايا ومن بعد كنعاودو نستعملوه، لاننا هذا الماء هذا اللي كيبقى كنسدو القرقره وكنهزو هذه بحال هكا الطريقه هذه وكنصفيوه وكنشربوه بهذه الطريقه. مالو ما بيش مزيان، المهم اقتصاد على الماء. ومن بين الاشياء اللي كتقدر انها تضيع لينا الماء هي المشكله ديال لاشاس دو. كنعرفوا ان لاشاس دو كتضيع الماء والضوء، ولهذا من الافضل ومن الاحسن اننا نسدو هاد البوطونه هذه ونديزاكتيفيوها ونستعملوا الكرسي كفوتوي نجلسوا عليه مثلا ونقراو المجلات والجرائد ودير بحال اللي سميتك واعر. اذا كيف ما لاحظتوا بطرق بسيطه وجد عاديه ممكن ان اي واحد فينا يحافظ على المياه. الماء ضروري للحياه، استعملوه بلا ما تضيعوه، تقدروا تحتاجوه شي ناريات. صافي الدراري قطعنا، سالينا الكاميرا حبس حلف. يلا الدراري يلا يلا تلاحوا تلاحوا واضحين. انا قال لك الماء غير موجود، غير موجود ولا دير بحالي ودير بحالهم دير بحال هذو. شوف تبارك الله كي مفطحين، تبارك الله على الدراري تفتح لي مع راس. عوم 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 عوم. الو السلام عليكم. وعليكم السلام. نعم سيدي. خويا بغيت نسولك الله يخليك. سقسيني. خويا المدام ولدت ليا في الطاكسي وبغيت نصاوب ليها عقد زياد وما عرفتش. مدام ديالك تزادت في الطاكسي؟ لا لا ولدت ليا بنيتها. الله يصلحها ولدي. شوف بغيتي تجيب عقد زياد لبنتها. ان شاء الله. هادشي تجيبها سيدي من سيرفيس ديمي. واش خصني نجيب؟ جيك في الراس راه قلت لك سيرفيس ديمي. ما صايبه مع هاد الناس هادو، وانت تقول له سيرفيس ديمي هو كيقول لك منين. الو السلام عليكم. كوتشي. كوتشي يا ولدي في جامع الفناء، انا ما عنديش الكوتشي، كاين واحد الحماق ما مسرش. ودي باتشي كان هي ميرا. ميرا بغيتها تركبك ان شاء الله. واش تسحبني انا بويا عمر؟ الو السلام عليكم. باتشي باتشي توني چاہے پکی جالم تو نا جی راجا رو تو پہے دونے اہم سا پر چاہے چانا جالا واش سامنے سینی ملکا واقعی. الو چوہی پاچانا سر چورا تورا چورا تورا. اللہ ما يصلح لیمام غیر هاد الشینیت هاد القوم هادو. ما فهمتش انا بنادم كتهضر معاه كتقول لي سبحان. الو مسانی پاجرا لو کیتا ہو تارے پہرا جل تراریا ترو چملا ہو جانو جاہے تجھ تورا پہ سال جالی پہ سلم. الو الو والله ما تهضر معاك بالله، والله ما تلزع على ريال بالله. بشوية يا صاحبي بشوية بشوية من المرض ديالكم يا صاحبي. انت شو قدامك شو قدامك شو قدامك اسيدي امولاي؟ كتقلق وكتعصب ها كتشرب انو كتنرفز. كاين الحل، خنيشة الصبر. خنيشة الصبر الو صافا لاباس عليك؟ وي داري مالها تحرقات؟ سبا غاف لا لا ماشي مشكل كلها تحرقات وقفها والو
داكو اسمع. اسمح لي يا خويا. سي با غاف، نرسي تليفون ما درتي شي حاجه. ما خليش تصبر، سي با غاف. بكم في حلقة جديدة من برنامجكم جرب وحشم. سعاد 25 سنة غادي تعيش معنا مهنة ديال لصة، وسعيد 33 سنة غادي يعيش معنا مهنة ديال متسول. نشوفوا الصور. يفتح العلم يا رزق يا كرم يا رب، تفاجئ علينا في الصباح. سبحان الله حولنا سر الله يسهل حملك. واخويا اش غادي نقول لك، والله الا زعما كاينه هاد الحرفه ديالنا نقولوا حنا دشطات، نتوما تقولوا الطلبه مجططوا على الفلوس وعلى الشراوات، مجططوا بالفخاخ اش زعما الدراري الصغار. وفرحانه غنتبادل التجربه مع نقولوا حنا الله يسوى المتسوينه، وحنا بجوجنا ما كنكرهوا الرقم 19. سماكم معك سعيد ليس متمرس، اليوم عيطوا لي جرب حكم باش نعيش المهنه ديال التسول، ودابا غنشوف واش هاد المهنه منا شي حاجه ولا والو. ادور خلينا نقضي غاره. دور حالكم، حنا نقلبوا عليك، خليك شي يدوب جيبو جبدوا عندك داكشي كله اللي كاين. ها واش انا ولا مرطب الهضره الحنان هو خاصة. دبر عليا الله يرحم ليك الوالدين، خوك مريض وفي السل وعندي الدراري. الله يحفظك. شنو هو؟ جبد داكشي اللي عندك وبارك الله. جبد شنو هو 24 ريال؟ هي اللي عندي راه حيد مننا حيد. ولي 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 انت بغيتي تكريسي ولا بغيتي تطلبوا وي؟ الزنار على 24 ريال، انت شنو التسول هذا ولا؟ الله يرحم والديك، ها العار يحل عليك بيبان المسدوده وكثر ليه من الله ومن اللي قريب العواشر وهذا ما تبقاش. حنن 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 على 24 ريال، اش من هذا راه البؤس هذا. يا ويلي عاود 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 هضر غنضربو ديريكت بان لي انا. السلام عليكم خويا بخير. الله يحفظك الطوبيس اللي كيدير البرنوسي. خويا غتمشي تهضر هضر على اليسار تمشي نيشا، راه غتحط نيشان 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 غتدوز لحال ستاسيون غتدور على اليسار. الله يحفظك اخويا الله يحفظك. سير خويا عافاك تكسر لك البلاصه ديال الشارع عرف كنديرو بداك البرنامج ديال لاتسال تجرب. عيط لي عيط لي حتى لو كان عرفنا نعيط صافي تجرب الاول، وكان عرفنا غنجيب لك البوليس. لا وين لا البوليس، عيط لي اش اي عيط لي. قال لك هذا واحد قال لصاحبو يلا تفرجوا في الماتش في القهوه، ويقول لي صاحبو راه الماتش فينا وحنا ما حاسين به. قال لك هذا واحد قال لك هذا واحد مشى يتزوج ويتعوج. قتل بالضحك. قال لك هذا واحد قال لك هذا واحد سخرت امه يجيب اللوبيا ويمشي عند من الحانوت ويتلف ويقول لها عطيني بوليا. قال لك هذا واحد قال لك هذا واحد بغى يمشي يخطب وما لقاش فاش. قال لك هذا واحد قال لك هذا واحد مشى للحمام ويزلق ويقول اوبلا، ويعاود يزلق ويقول اوبلا ثاني. قال لك هذا واحد قال لك هذا واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة. ضحكاتكمش اسمح لي.